ازيكم؟ هنعمل النهاردة مع بعض طريقة عمل الكبيبة الشامي، وهنعملها بطريقة بسيطة يا رب تعجبكم. اول حاجة هجيب كيس برغل الضحى، لان برغل الضحى ده يعتبر انضف حاجة في البرغل بالذات بستخدمه، ممكن نستخدم اي نوع تاني عادي، بس اهم حاجة ان احنا هنغسله كويس. انا هستخدم الكيس كله، ممكن نستخدم نصه، ممكن نستخدم اكتر زي ما احنا حابين. هو كيس تقريبا 300 جرام، حاجة زي كده. المهم انا هفضي الكيس كله وهغسله كويس جدا جدا جدا، وهحطه في مية نظيفة لمدة نص ساعة عشان البرغل يشرب من المية شوية ويبقى طري معايا. انا هنا طبعا غسلته ونقعته في مية لمدة نص ساعة، ولقيته بقى طري شوية معايا زي ما انتوا شايفين في الفيديو، بس اهم حاجة ان احنا نصفيه كويس جدا ما يكونش فيه مية خالص. وهجيب ربع كيلو لحمة، ممكن لحمة مفرومة او ممكن لحمة مكعبات واحنا نفرمها في البيت زي ما احنا حابين. هجيب ربع كيلو لحمة على 300 جرام اللي احنا استخدمناهم من البرغل. وهجيب كمان بصلاية متقطعة زي ما احنا شايفينها كده، وهحطها مع اللحمة وهنضرب الاتنين مع بعض. انا هنا ضربت اللحمة المفرومة تاني علشان تبقى ناعم من كده بكتير، وعشان تقدر تبقى ناعمة هي والبلغم مع بعض وتديني عجينة طرية. انا هنا خلطت اللحمة والبصل كويس جدا مع بعض، بس هتأكد ان الخليط بتاع اللحمة والبصل كله ناعم خالص، ولو احتجت ان انا افرمه اكتر من كده هفرمه. انا هنا كنت محتاجة ان انا افرمه شوية كمان عشان يبقى ناعم اكتر من كده. هنا انا نعمت اللحمة زي ما قلنا، ممكن ننعمها اكتر من كده عادي، بس انا شفت ان كده كفاية، يعني انا نعمتها كذا مرة وانا شايفة ان السمك ده كويس ومناسب. هجيب البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وكمون وكزبرة وبابريكا، وهنحط شوية كاري لو حابين، لو مش حابين ممكن ما نحطش عادي. انا حطيت معلقة صغيرة، وهحط شوية شطة برضو لو مش عايزين ممكن نستغنى عنها. وهضربها مرة كمان علشان البهارات تدخل في اللحمة كلها.
اللي احنا ضربناه، وهنزل ممكن اضيف كمية كمية واضربهم مع اللحمة، وممكن نضيفهم كلهم. انا ضفتهم كلهم، بس الاحسن ان احنا نضيف كمية كمية علشان تقدر تضرب كلها مع اللحمة كويس. انا هنا ضفت البرغل وهبدأ اضرب مرة تانية كمان عشان اتأكد ان البرغل واللحمة اتضربوا كويس جدا مع بعض ومفيش اي حاجة منهم مكلكعة. انا هنا ضفت تقريبا نص كوب من المية، ممكن ما نضيفوش لو مش محتاجين، بس انا ضفته لان كنت محتاجة شوية من المية يسهلي عملية الضرب، وهرجع اضرب تاني. وهنا انا ضفت معلقتين صغيرين من الفلفل الاخضر المفروم، ممكن لو عندنا فلفل احمر هريسة يبقى احسن بكتير، هنحط معلقة كبيرة يا اما معلقتين صغيرين، وممكن ما نحطش نستغنى عنهم، بس هما بيدوا طعم حلو. وهنا انا جبت مقلاية رشيت فيها زيت، او ممكن نحط زبدة او سمنة زي ما احنا حابين، بس السمنة بتبقى تقيلة شوية، فانا رشيت جزء من الزيت وهنزل ربع كيلو لحمة، وده هتبقى الحشوة بتاعة العجينة بتاعة البرغل. أنا هنا حطيتهم على النار وهعصجهم، وما يبدأوا يدخلوا في السوا هنزل عليهم ببصلاية مفرومة وهرجع أحطهم على النار تاني. العجينة بتاعة البرغل اللي هي بتاعة الكوبيبة وحطيتها في التلاجة ترتاح شوية عبل ما اعمل اللحمة المعصجة على النار، وهبدأ دلوقتي اشكلها. هنخرمها كده من النص وهنحط فيها اللحمة وهنقفل عليها تاني. هنا شكلتها بالطريقة بتاعة الكوبيبة، هنشكلها كده اكبر او اصغر اي شكل احنا حابينه. انا هنا عملتها وسط، ممكن نصغرها شوية عن كده. ونبل ايدينا واحنا ماسكين العجينة علشان العجينة ما تلزقش في ايدينا، نبقى بلين ايدينا مية عادية من الحنفية او مية ساقعة. هنسيبها ترتاح شوية في التلاجة، وبعد كده هنجيب في زيت غزير في حلة تبقى عميقة شوية، او في مقلاية تبقى كبيرة شوية عشان الزيت يقدر يغطيها من كل النواحي.
وهننزل عليه بزيت سخن، ما يكونش سخن قوي وما يكونش طبعا بارد قوي زي ما باين كده في الصورة، يقدر ان هو يحمرها لي كويس عشان ما تتحرقش. ولازم نستخدم حاجة غويطة علشان تقدر تغطيلي الكبيبة وتحمرهالي من كل الجوانب. وبس كده هتكون استوت، وألف هنا وشفا. ما تنسوش تشتركوا في القناة. باي باي.